مرحبا، اليوم سأدعوك إلى سباق غير اعتيادي. سنتحقق ممن سيصل إلى الدماغ أسرع، موجة صوتية أم جزيء الرائحة أم الضوء؟ رحب بصديقتي إيما، لقد وافقت على مساعدتنا في إجراء هذه التجربة. أول متبار معنا اليوم هو شعاع ضوئي قد انعكس من فنجان قهوة إيما. يا للعجب، كان ذلك سريعا. ارتطم الضوء بعين إيما ومر عبر غلاف رطب. هذه طبقة رقيقة من الدموع تغطي القرنية، الجزء السطحي من العين. القرنية شيء لا يصدق، فهذا الجزء الوحيد من الجسم الذي لا يحصل على إمدادات دموية. يصله الأكسجين من الهواء مباشرة بعد أن يتحلل الغاز في الدموع، ولكن دعنا نواصل الرحلة وإلا لن نتمكن من اللحاق به. القرنية شبيهة بنافذة واضحة وشفافة، تركز الضوء وتسمح له بدخول العين. ولكن ما هذا؟ بدلاً من دخول الحدقة يجب أن يمر شعاع الضوئي عبر طبقة رطبة أخرى، ولكنها أكثر سمكاً. لقد فهمت، هذا ما يسمى بالرطوبة المائية أو الخلط المائي، وهو سائل يملأ الفراغ بين القرنية وعدسة العين، يساعد القرنية في الحفاظ على شكلها. لن يستغرق الضوء طويلاً للمرور عبر هذا العائق، وهو على وشك دخول الحدقة. دائرة سوداء في منتصف قزحية عين إيما البنية فاتحة اللون، يمكن للقزحية أن تغير من حجمها للتحكم في مقدار الضوء الذي يسير في أعماق العين. والآن تتقلص الحدقة وسيحدث كل شيء بسرعة هائلة. أخيراً، شعاعنا الضوئي سريع للتنقل عبر الحدقة ومن ثم عبر عدسة شفافة على الفور. تعمل بمثابة عدسة الكاميرا، تتسطح لتسمح لإيما برؤية الأجسام البعيدة وتزيد من سمكها عندما تحتاج إلى رؤية جسم قريب. بعد أن يدخل شعاع الضوء مباشرة مركز العين، يغطس في بركة أخرى من الرطوبة وتسمى الرطوبة الزجاجية أو الخلط الزجاجي. هذا السائل عديم اللون يملأ الفراغ بين العدسة والشبكية، بفضله يمكن للعين الحفاظ على شكلها الكروي. يمر الضوء عبر العائق الأخير ويصل إلى وجهته النهائية، شبكية العين. هذه البطانة الداخلية في الجزء الخلفي من العين تعمل مثل شاشة السينما، حيث ينعكس الضوء على سطحها. لقد انقلب شعاعنا الضوئي 180 درجة، وهذا لأن الصورة المنعكسة على الشبكية مقلوبة رأساً على عقب. تعج شبكية العين بمستقبلات حساسة إلى الضوء، الملايين منها، والآن تحول شعاعنا الضوئي إلى إشارة كهروكيميائية، ويتحرك الآن بسرعة ساحقة عبر العصب البصري في اتجاه مركز البصر، وهنا بجانب الجزء الخلفي من الدماغ. تادا، يترجم الدماغ على الفور الشعاع الضوئي السابق إلى صورة، وترى إيما فنجان قهوتها. واو، كان هذا سريعاً، ولكن قبل أن نستخلص الاستنتاجات أو نعلن عن الفائز، لا يزال لدينا متسابقين. تموء قطة إيما في المطبخ. في البداية ليست سوى مجرد موجة صوتية تدخل الأذن الداخلية لإيما وتصل إلى مسار ضيق للغاية، قناة الأذن. مهلاً، احترس، ليس بهذه السرعة. مؤلم. هذه طبلة الأذن، إنها شفافة تقريباً وتبدو كقطعة بلاستيك صغيرة وممددة. لا عجب أن موجة الصوت لم تلاحظ وجودها واصطدمت بها. انظر، تهتز طبلة الأذن وترسل الموجة الصوتية في شكل اهتزازات إلى الأذن الوسطى، وهنا يجب عليها أن تمر عبر ثلاث عظام صغيرة جداً وتقوي الموجة الصوتية التي تحولت سلفاً إلى اهتزازات، وتواجه في الوقت المناسب أول عائق خطر في طريقها. إنها قوقعة الأذن، وتقع في الأذن الداخلية وتبدو كالحلزون، وهي ممتلئة بالسائل، كما أنها مغطاة بالآلاف من خلايا الشعر الصغيرة التي تدغدغ الاهتزازات. حافظي على رباطات جاشك. عموماً، بينما تمر الاهتزازات داخل القوقعة تحدث تموجات داخل السائل، تستشعر خلايا الشعر الموجة المسافرة وتحللها. خلايا الشعر القريبة من الطرف العريض للقوقعة تلتقط الأصوات الحادة مثل طنين البعوض، وتلك الأقرب إلى المركز ترصد الأصوات المنخفضة مثل نباح كلب كبير.
وفجأة تحول خلايا شعر اهتزازات الموجة الصوتية إلى شيء مختلف تماماً، إشارة كهربائية تسافر إلى الدماغ عبر العصب السمعي. بوف، يحول الدماغ هذه الإشارة إلى سلسلة من الأصوات لا تعني سوى شيء واحد فقط، إما لقد حان وقت إطعام القطة. بعد أن قدمت إما الطعام إلى قطتها، نظرت إلى فنجانها وقررت أنه قد حان الوقت لاستراحة قصيرة. فتحت الوعاء حيث تحتفظ بالقهوة المطحونة، وها هو ذا المتبار الأخير في سباقنا، جزيء الرائحة يطفو في الهواء فتستنشقه إما، وينتهي به الأمر داخل أنفها. المكان رطب هنا، بالكاد تمكن الجزيء من تجنب الالتصاق بمادة لزجة. أوه، هذا الغشاء المخاطي يلتقط الجراثيم والغبار وغيرها من الجزيئات الدقيقة، وإلا ستدخل إلى الرئتين وتصيبها بالالتهابات وتزعجهما. مثلي تماماً، ألست مصدر إزعاج؟ والآن على جزيء الرائحة شق طريقه عبر غاب مليء بالأشجار الكثيفة. هذه شعيرات الأنف تعيق مرور الجزيئات الأكبر حجماً مثل غبار الطلع أو الأوساخ. هذا ما حدث بالضبط أمام أعيننا مباشرة، يرتطم جزيء كبير من الغبار بعدة شعيرات. احترس يا جزيء القهوة، اختبئ في مكان ما. وتعطس إما، تهرع جميع الأشياء غير المرحب بها إلى خارج الأنف بسرعة 161 كيلومتر في الساعة. ومرحى، تنتج العملية برمتها حوالي 100,000 قطرة. يبدو الأمر ممتعاً ولكنه مخاط في الحقيقة، مقرف. تمكن الجزيء بأعجوبة من البقاء في الداخل، والآن سيواصل رحلته. يمر عبر المزيد من الأشجار الكثيفة والصغيرة، هذه شعيرات صغيرة للغاية تسمى الأهداب، لن تتمكن من رؤيتها سوى تحت المجهر. تلوح الأهداب ذهابا وإيابا لتحرك الجزيء المليء بالمخاط أسفل الحلق. أليس الأمر شبيهاً برفع الفنان في حفل روك موسيقي؟ باستثناء أنك هنا إما تسعله أو تبتلعه، مقرف. ولكن يجب ألا ندع جزيء القهوة يغيب عن ناظرنا. يدخل حجرة كبيرة مقارنة بحجمه، هذا تجويف الأنف، وسقفه مغطاً بأشرطة من الأنسجة. الظهارة الشمية، يصعب لفظ هذه الكلمة إن كنت تعاني من مثاكل في النطق. هذه الظهارة الشمية مصطلح عبقري له علاقة بالرائحة. لهذا النسيج مستقبلات حسية خاصة، وهي حساسة للغاية تجاه جزيئات الرائحة. المستقبلات الحسية صغيرة الحجم، ولديك أكثر من 10 ملايين وما يقرب 450 نوعا منها. أوه، يلمس جزيء الرائحة أحد هذه المستقبلات الحسية، ولكن تمهل، لما لم يحدث أي شيء؟ يمكن أن يتم تفعيل كل مستقبل حسي للرائحة عبر مختلف جزيئات الرائحة، وكل جزيء رائحة قادر على تفعيل مختلف المستقبلات الحسية، ولكن ليست جميعها تلائمه بشكل مثالي. يبدو أن جزيء القهوة هذا بحاجة إلى العثور على مستقبل حسي آخر لمواصلة السباق. لقد تم العثور على المستقبل الحسي المناسب، يلتصق به الجزيء وتنتهي مهمته. والآن تعتمد نتيجة المسابقة على الإشارة الكهربائية التي تم إنتاجها عندما اقترن الجزيء بالمستقبل الحسي. وبسرعة ساحقة تسافر الإشارة على طول العصب الشمي ناحية البصلة الشمية، ومن ثم إلى جزء من الدماغ الذي يحدد الروائح. لذيذ، تستعد إما لشرب قهوتها. والآن لنكتشف نتائج السباق. كانت سرعة جميع المتبارين أشبه بسرعة البرق، لقد وصلوا إلى الدماغ أسرع بكثير من رمشة عين، ولكن أبطأ المتسابقين جزيء الرائحة. آسف على ذلك يا صاح، استغرق الضوء بعض الأجزاء من الثانية لإكمال السباق، من الوصول إلى عين إما إلى ترجمته إلى صورة في دماغها. أعتقد أنه في حاجة إلى الإسراع قليلاً، ولكن الأسرع في الوصول إلى الدماغ إما هي الموجة الصوتية. صحيح أن الموجات الصوتية أبطأ من الضوء، ولكن تتسبب الموجات الصوتية في اهتزازات مباشرة في خلايا الشعر، وهي أيضاً لا تحتاج إلى تفعيل أي نوع من المستقبلات الحسية. لهذا السبب الفائزة هي الموجة الصوتية. أجل، لقد فازت القوقعة في النهاية. ها،
هنيئا لك. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.